السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على البطولة الجزائرية والأحداث اللي غادي نشوفوها، أحداث اللي غادي نشوفوها، وين يحوسوا دائما، وين زاتشي يحوس على عدم منح البطولة للشباب الوزداد. يعني كنت بقى تشوف هي في الحقيقة لازم نطبقوا كيما يقول لك طبق قوانين يا خويا، اللي راه برومي يديها، اللي راه دوزيام يقعد دوزيام، تروازيام كاتريام سانكيام. علاش نحوسوا نعرقوها ونحوسوا نديروا فوت استفتاء ومننا، واللي راه باغي اللي يمشي باغي. ونعرفوا حنايا يعني نعرفوا باللي زاتشي 95% لي بريزيدون قالوا لا، هو خرج قال لهم لا تتلعب، يعني متحكم فيهم. والاغلبيه كاع اصدقاء تاعو كاع تجار ساماسيرا، يعني بدون مجامله نقولوا باللي يقول بالتليفون يقول لهم لا، يقولوا عندك لا سعداوي مش هكاك، وسعداوي راه كاين هو يدبر راسو، هو كلش هو عاك تشوف كيفاش سعداوي خرج قاعد غاضبهم في يديها وكلش. بطولة كوغي نقولوا بطولة يا ودي بطيطيلة، هذه بطيطيلة، هذه غير بطيطيلة، هذه ألفة تاع دراهم برك، هذه تاع ماكلة برك، بطولة تاع ماكلة، بطولة الدولة تعطيهم الدراهم 100 مليار 80 مليار 90 مليار 50 مليار 60 مليار، وكي يكمل العام مكاش فانيك، قاع العام خاصهم دراهم، يتوخر عليه يضربها الريح، ماشي كيما يقول لك ماشي منويين على روحهم قاع، ماشي محوطين على روحهم قاع، غير يتوخر يضربهم الريح. راه ها دوزيام ترونش وقيلة ولا تروازيام ترونش ما عطاتهمش الدولة حبسوا، دوزيام ولا تروازيام ترونش ما عطاتهمش الدولة حبسوا. هاكتو ها هذه بطولة زاتشي وبيدير عليها اجتماع ومنا وبالك ورجعوا تحسب اللي تحسب مي تشوف كيما تحسب اللي بالك دوزيام غادي يجيب لنا غادي يجيب يلعب كوب دي مون تاع الاندية ولا البرومي اودي وسيربي اش غادي يدير في لافريك. انا سيبورتير تاع لافريك تاع سيربي، هيا اش غادي يدير في لافريك، هيا والله ما دير حاجه كاع، تعبك باغي تروح تقدم حد هذا دور مجموعه ما تزيدش اش ما نعرفوش ولا كي. انا ما كاش مجامله ما كاش شعبويه، انا نهضر لك الصح، اش غادي نديرو هيا سيربي اش غادي يدير، ما غادي يدير والو سيربي، بعد نهضروا الصح. والله بون شامبيون تلعب وصاي كل شغل تاع كارطيات وصاي اللي داها بصحته دايري الهول ودايري منه وديجيري شايه لهذي كاع. هذه بطوله، هذه كنت تهضروا عليها، هذه بطوله، هذه بطيطيله، هذه مكان والو، هذه راكم تقصوا الغاشيات. عطى الشامبيون الناس كيما بركم بدي، شو كيفاش يخدموا جلسات، جلسه مور جلسه، ضغط منا، يحوسوا باي طرق يحوسوا كيفاش يمشوا الوقت ويكتلوا الوقت باي طرق. هو زاتشي كي قال انا بالنسبه لي انا كو جيت يقول لهم سي ار بي ما تديش البطوله، صاي كي زاتشي يهدرها لي بريزيدون كاع غادي يهضروا يقول لك لا، لي بريزيدون كاع يهضروا يقول لك لا، هي يجي يهدر لك ومنا وحنا بطولة، انت ما راك رئيس اتحادية وهذه ما هي بطولة، وهذو كاع ماشي الاندية اللي نعرفوهم حنا، هذو ماشي اندية مكان لعابة مكان اندية مكان والو. ها راه خرج بريزيدو خدام، ها راه وراه ستاتي مكان لا ستاتي لا والو، راح يلعب في الاحتراف، دخلته الحبس، ها راه وراه لي خدام يموت ولي راجل يدخل للحبس معاكم وصايك، هذه هي لي خدام مسكين قنطة تيموت والراجل دخلوه الحبس، هذا حسابكم نتوما، هذا مكان لا بطولة لا بطيطين لا والو، علفة تاع دراهم سبيكادور تاع دراهم، ما قايمتكم تاع حاجة. انت دروك تحوس على البطولة تمشي عليه في تتقارع تروازيام ترونش في الدولة تعطيك فانيك ليكيب تاعك دراهم، هذا مكان ساعة يتخدموا كاع، ساعة غادي ديروا كاع، ما غادي يديروا والو.
تقعدوا غادي نقعدوا غير هي هي، ما دامكم انتوما نقعدوا غير فم، نقعدوا غير فم ندور. انا نقول لك اسمعوا شو معنا قريشي شهدر توفي قريشي. سيد خير الدين زوتشي رئيس الاتحاد يتكلم في اذاعه القناه الثانيه ويقال اذاعيه اذا ما لعبوش 30 مباراه من الصعب انك تمنح لقب بطوله لاي فريق. خليني نجاوب شباب الوزداد، خليني نجاوب. انا السؤال مطروح، اولا هذا الصريح سابق لاوانه لان مازال ما تكلمناش على توقيف البطوله. احدى الثانيه رئيس الاتحاد عندما راح القناه الثانيه راح كشخصيه معنويه يتكلم باسم المكتب الفيدرالي، وكي طرحوا له السؤال جاوب قال لو كان جات لي انا سي سيتي بور موا كدونك الى ريبوندي اون طونك بيرسون فيزيك. الوقت غير مناسب، وعندما صرح بهذا التصريح اون طونك بيرسون فيزيك الكل يعرف بلي هو رئيس الاتحاديه، وبالتالي انا متخوف انه هذا التصريح راح ياثر على القرار النهائي في المكتب الفيدرالي بعدم منح البطوله لشباب الوزداد. لا توفيق عندك شك ياثر. انا ما عندي حتى شك ياثر. اما صفا كلام اسمع كلام رئيس الاتحاديه صح، حتى وتكلموا بالمسؤول على اسمه الجزائر كو بيرسون فيزيك، مي لي مومبر دو فيدرال عرفوا النوايا تاع رئيس الاتحاديه، وبالتالي راح يكون عنده وزن في القرار الاخير، وانا هذا نعتبره غير مقبول سبحان الله، لان ما راحش يصب في مصلحه شباب الوزداد وراح يصب في عقوبه شباب، لان حبينا نعاقبوا فريق اللي حتى المرتبه الاولى من ديبي جوسكا مترو بمجهودات جباره، وهذا غير مقبول. شوف كيفاش الناس كيفاش عقوبة تما بيعاقب السيربي، احنا على بالنا الجزائر كومبلي على بالنا انت ما تبغي السيربي، العام اللي فات مي بغيت تطيح السيربي، بغيت تطيح على الحيرة منا وفي الجي وفي السونتر الناس خافت قال لك لا حبس كيما هكا ادمر مليا وخر مليا، وانتم كنتوا معولين طيحوها اقليميا علاه كنت تحوس على الاصطاد تاع الاصطاد تاع براقي بغيت تطيح تصحى الحراس مع القبة بقات لك السيربي بغيت تهودها في طو تدي الستاد تاع براقي هذا مكان خاطر على ما تنجمش السيار بيس الحراش يقول لك حنا الاولى انت هوت منا لعبوا ذوك زوج كراكوز هذاك اللي كراكوز هذوك اللي كانوا ذوك زوج شوابي اللي كانوا قاضبين السيار بي لاعبين مدابزين هما قاع يخدموا لك طيحوا السيار بي بقات لك القبه ما خليتهاش تطلع السيار بي بغيت تطيحها في طو تدي براقي اقليميا والناس واحد يدي واحد يدي سان جويي واحد يدي تاع دار البيضاء وهي وصايك ايوا بالله لا والاخر يقعدوا يطلعوا يهودوا يطلعوا يكراسوا الدوزيام تروازيام يطيحوا هذه هي العام اللي فات عمرك لا عطيت بريمه للعابه تاعك 17 مليون اول مره في تاريخ بارادو اعطى 17 مليون لو كان يربحوا السيار بي العام اللي فات وداروا 0-0 حنا نقولوا اذا توقفت البطوله حاليا فالشباب بالوزداد هو البطل المرتبه التي يتواجد فيها الشباب لم يسرقها نعرفوا من هالول وبروم حقق نتائج جد إيجابية خاصة مع الأندية التي تحتل المركز الرابع مراكز الأربعة الأولى نقولوا شباب الوزداد فاز على شبيبة القبائل بثلاثية نظيفة في مباراة لم تستكمل فاز على وفاق سطيف تعادل مع الوصيف مولودية الجزائر بعقد داره بملعب عمر حمادي ببلوغين هذه المعطيات تؤكد أن شباب الوزداد في ثوب البطل والمرتبة التي يحتلها لم يسرقها الحضروا صح سبحان الله يا ويلا كاينه حاجة وخد أخرى ما نعرف الله ما نعرفين مانيش أنا قضية تاع الشباب كوزع مك مقرا كوراي برومي أنا مقرا نهدر عليها خاطش عليها مقرا كانوا نهار اللي طلعت دايرينها تطيح أنا نقول لكم مقرا نهار اللي طلعت دايرينها تطيح وبايك تعقلوا نهار اللي داروا ويكلو وين لعبوا لعبت مع لامسية شناها كي خسرت مع لامسية في السنجوي شناها كيفاش خسرت مع لامسية شناها كيفاش خسرت مع لامسيه اليوم ما تجوش تلعبوا لنا تلعبوا 6 في 7 ما قرا درتوها باللي يطيح ما قرا نهار اللي طلعت نهار اللي طلعت نهار اللي هما يحتفلوا ناسيونال اي ناسيونال اي انتم دايرينها باللي يطيح درتوها باللي يطيح هذه هي ما تجوش اليوم تلعبوا لنا تلعبوها 6 في 7 كل واحد اعطي حب الشامبيونال اللي دا الشامبيونال الدولي طاح طاح صحيح خاطر ما عندكمش الشخصيه القويه الشخصيه القويه ما فيكمش باش تتحمل مسؤوليه وتقول فلان 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 ما كاش هذه ما عندكمش العام اللي طاحت لامسيه في 2000 ولا 2001 ولا 2002 النص تاع الموند قال لك لامسيه ما طيحش والحاج محمد روروا قال لكم طيح والله لا طاحت حسابيا طيح اليوم انت باش تعطي الشامبيونه باش راك خايف مليح زومي
الأول هذا زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنة الولائية تاع الاستثمار اللي رأسها يعني باش هكذا، ولكن نبينوا له الحقائق، الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في دير زاتشي انتي ألف قطار، لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في دير زاتشي انتي ألف قطار، زاتشي انتي ألف قطار، زاتشي انتي ألف قطار، زاتشي انتي ألف قطار، يدي ألف قطار في الـ في الـ في الـ في الرشايقة في المنطقة اللي تسمى الرشة وأم الزبوج، الرشة وأم الزبوج، الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا، وخيرات ربي ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها ألف قطار لزاتشي، ويبيعوها ألف قطار لزاتشي، فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها ألف قطار لزاتشي.